بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في النشرة الرياضية لهذا اليوم. تعاقد نادي صحام مع حارس صحار السابق حسين العجمي للعب في صفوف الفريق الكروي خلال الموسم المقبل 2015-2016، وتم التوقيع بحضور عادل بن عبد الله الفارسي رئيس مجلس إدارة نادي صحام، وبحضور اللاعب مقابل مقدم عقد وراتب شهري، حيث قدم العجمي مستوى مميز في الموسم المنصرم مع صحار، وتمكن من الذود عن مرمى فريقه ليكون محط أنظار إدارة نادي صحم وأندية أخرى، كما أن صحم بدأ يبحث عن بديل لفايز الرشيدي بعد أن غادر الأخير إلى نادي النهضة، وتأمل إدارة نادي صحم في إعداد الفريق بشكل مميز للموسم القادم. منتخبنا الوطني للشواطئ غادر فجر اليوم إلى البرتغال للوقوف على آخر الاستعدادات من أجل خوض مونديال الشواطئ للمرة الثانية في تاريخه. غادرت فجر اليوم الجمعة بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية إلى البرتغال، وتحديدا منتجع إسبينهو الساحلي، من أجل مواصلة التحضير للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في نسختها 18، والتي تستضيفها البرتغال في الفترة من 9 حتى 19 من شهر يوليو الجاري. الأحمر غادر وهو محملا بالأمل والطموح من أجل الوصول إلى أبعد ما يمكن في النسخة الثانية التي يشارك بها بعد أن شارك في نسخة إيطاليا 2011، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في البطولة الآسيوية التي استضافتها المصنعة في مارس من ذلك العام خلف اليابان، والمشاركة الأولى بطبيعتها دائما ما تكون ضغوطاتها بسيطة، حيث وقعته القرعة في المجموعة الثانية وخسر جميع مبارياته الثلاث على التوالي أمام الأرجنتين 3-1 والسلفادور 4-3 والبرتغال بنتيجة 8-3، بيد أن في هذه النسخة يدخل الأحمر للمعترك وهو يأتلي العرش الأسيوي بهزيمته اليابان في النهائي الذي كان بالدوحة. كلنا أمل في أن يتمكن لاعبونا من مقارعة منتخبات إيطاليا وسويسرا وكوستاريكا والوصول لأبعد نقطة ممكنة. الأسماء التي تضمها قائمة المنتخب تملك رصيدا وافرا من الخبرات، وما يجعل الجماهير العمانية تتحدث بنبرة تفاؤل هو المزيج الإيجابي بين الشباب وأصحاب الخبرة، ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين هاني الضابط هداف الفريق. أيام قليلة تفصلنا عن مونديال الشواطئ، فهل يحقق الأحمر إنجازا غير مسبوق بتأهله للدور الثاني أم يكتفي بالمشاركة المشرفة؟ وكسب يوم أمس نادي النصر توقيع لاعبي فريق صور جمعة الجامعي وأحمد السيابي في صفقات تعتبر مميزة لفريق النصر خلال الموسم الجديد، إذ يعتبر اللاعبان أحد أبرز العناصر الأساسية في صفوف صور خلال الموسمين الماضيين. وجاء التوقيع مع اللاعبين بعد مفاوضات حثيثة لكسب ودهما، لا سيما وأن بعض الأندية الأخرى كانت تفاوض اللاعبين، وكان نادي صور قد يسعى للتجديد مع اللاعبين خلال الأيام الماضية، ووصل إلى اتفاق مبدئي مع أحمد السيابي قبل أن يغير اللاعب وجهته بعد رفع نادي النصر لقيمة العرض المقدم له. ويعتبر رحيل اللاعبين من صفوف صور خسارة للأزرق، لا سيما وأنهما أحد الركائز الأساسية للفريق. ويبدو أن مجلس إدارة نادي صحم تعلم من درس الموسم المنصرم بعد التعاقدات الغير مدروسة والتي أدت إلى خروج الفريق خالي الوفاض وبمستوى سيء لم يرضي طموحات الجماهير الصحماوية. المدرب الروماني أريسكو أول القادمين للبيت الصحماوي، وهو أمر إيجابي من أجل أن يكون المدرب من التعاقدات التي ستبرم لاحقا. تلا هذا التعاقد عودة سليمان البريكي إلى بيته بعد أن قضى موسما متذبذبا مع النهضة. حارس نادي صحار حسين العجمي هو إحدى الصفقات الهامة التي أنهاها صحم قبل يوم واحد، وهناك أحاديث عن عدة مفاوضات أهمها مهاجم نادي السويق وليد السعدي.
ولا زالت حالة من عدم الاستقرار التي يعيشها المنتخب الوطني للشباب مستمرة بعد أن وصل الجهاز الفني واتحاد الكرة إلى نقطة عدم التوافق ترضي الطرفين فيما يخص إعداد الأحمر الشاب، حيث لا تزال الأزمة التي نشبت مؤخرا بين الجهاز الفني لمنتخب الشباب واتحاد القدم تؤثر بشكل كبير على إعداد المنتخب الذي ينتظره استحقاق مهم بالتصفيات الآسيوية التي ستبدأ في 28 من الشهر الجاري في قطر بمشاركته. فبعد أن وضع الجهاز الفني للمنتخب الذي يقوده رشيد جابر في 23 من شهر يونيو الماضي موعدا من أجل انطلاقة المعسكر بعد طول غياب، ولكن اختلاف وجهات النظر بينه وبين لجنة المنتخبات في اتحاد القدم بعد تقديمه لخطة عمل متواصلة للإعداد حالة دون بدء المعسكر. إذن مشاهدينا ننتقل بكم إلى الأخبار العالمية، والبداية مع أبرز وأهم العناوين. نادي العين الإماراتي يقدم لاعبه الجديد الهولندي راين بابل. وموعد نهائي كوبا أمريكا يقترب من الختام، الحلم بين أبناء التانجو وتشيلي المستضيف. وسقوط مدوي للإسباني رافائيل نادال من بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس. كشفت إدارة نادي العين الإماراتي عن لاعبها الجديد ومهاجم أياكس وليفربول الأسبق ل28 سنة راين بابل، حيث أعلن العين الإماراتي عن تعاقده مع لاعبه الجديد راين بابل لمدة عامين في مؤتمر صحفي عقد على ملعب محمد بن زايد في العين بعد أن أنهى تعاقده مع نادي قسم التركي. هذا وكان التعاقد الأول للعين هذا الصيف، وسيلعب برفقة لاعبين السامو جيان وليم يونغ جو في الفريق الذي يسعى النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين أجانب آملاً بالفوز باللقب الموسم المقبل. Well, I mean, it's clear. Alain is a big team. من المعروف أن العين فريق كبير وفازوا باللقب الموسم الماضي. إن هذا سيكون بمثابة تحدي جديد لي، وأريد الفوز معهم بكأس ثانية الموسم المقبل. أرجو أن تسير الأمور حسب ما أشتهي. ثمة الكثير من الناس خاصة في هولندا تنتقد انتقالي هذا وتعتقد أنه سيؤثر سلبا على اسمي، لكنهم لا يدركون الحقيقة. أرجو أن أتمكن من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليظهر سعادتي مع هذا الفريق طوال الموسم، وعسى أن ترى الناس الحقيقة. وأعرب الاتحاد التونسي للجودو وبعض اللاعبين عن عدم رضاهم حول قرار الاتحاد العالمي للجوجيتسو بإلغاء بطولة العالم 2015 والتي كان من المقرر إقامتها في تونس في نوفمبر المقبل، حيث جاء قرار الاتحاد الدولي بإيقاف أول بطولة من نوعها تنظم في المنطقة
على خلفية الهجوم الإرهابي في سوسة الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. ومن جهة أخرى أعرب اسكندر حشيشة رئيس الجامعة التونسية للجودو عن أسفه وحزنه لمقتل الضحايا الأبرياء، ولكنه تساءل عما إذا كانت كهذه بطولة عالمية كانت ستلغى إذا ما وقع هجوم إرهابي في بلد آخر. وبعد قرار إلغاء استضافة تونس لبطولة العالم 2015 والتي كانت مقررة في 26 إلى 29 من نوفمبر القادم، فتح الاتحاد الدولي باب الترشيحات أمام البلدان الراغبة في تنظيم المسابقة. وإلى كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، حيث اقترب اللقاء الختامي من موعده والذي سيجمع التانجو الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي والفريق الضيف تشيلي الطامح لإسعاد جماهيره وخطف اللقب. وأخيرا اقترب موعد حصد اللقب وإسدال الستار عن كوبا أمريكا، حيث سيكون يوم الأحد القادم هو يوم حسم البطولة المقامة حاليا في العاصمة التشيلية سانتياغو. وقد اختارت الأقدار أن يتواجه منتخبان بين دولتيهما خلافات سياسية على قضايا الحدود والتي تعكرت منذ سنوات، وشهد النزاع حدوث مناوشات بين جيشي البلدين لولا تدخل أطراف دولية لتهدئة الأمور بينهما. فعسى أن تنجح الرياضة في لم الشمل وتقريب وجهات النظر بين البلدين. وصل المنتخبين إلى طرفي نهائي كوبا أمريكا إثر فوز تشيلي على البيرو بهدفين لهدف واحد، وفوز كاسح للأرجنتين على الباراغواي بسداسية مقابل هدف وحيد، ليكونا بذلك أفضل فريقين في الدورة، وقد وصلا بشكل طبيعي دون مفاجآت للنهائي. فتشيلي قدمت سلسلة من العروض القوية والمقنعة في البطولة، سندها دون شك جمهور وإعلام قوي جدا، كما حرص المسؤولون هناك على توفير كل الظروف للفوز بالبطولة. وكلاهما من المؤسسين الأربعة لبطولة أمريكا الجنوبية مثل ما أطلق عليها حين انطلقت في 1916، وسحقت الأرجنتين تشيلي 6-1 في تلك البطولة الافتتاحية، وفي 36 مواجهة بينهما بعدها لم تحقق تشيلي إلا فوزا وحيدا، وكان في تصفيات كأس العالم بسانتياغو عام 2008، ولم يسبق لتشيلي هزيمة الأرجنتين في 24 مواجهة كوبا أمريكا. وللأرجنتين 14 لقبا في كوبا أمريكا، ومن شأن فوزها غدا السبت معادلة الرقم القياسي للألقاب مع أوروغواي، وهي أنجح الفرق في تاريخ البطولة، فيما احتلت تشيلي التي شاركت في البطولة 36 مرة مركز الوصافة 4 مرات. لذا يسعى مدرب المنتخب التشيلي خورخي سامباولي المتميز بالقراءة الصحيحة والجيدة للمباريات في الفوز باللقاء النهائي، لكي يعيش الجمهور التشيلي لحظات مجنونة باللقب الذي طال انتظاره، وأن الفرصة مواتية هذه المرة، فكل شيء جاهز ومعد للفوز بالبطولة. فالتشكيلة التشيلية تضم مجموعة من اللاعبين المحترفين في عدة أندية بأوروبا، أبرزهم الحارس كلاديو برافو وأرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز وغيرهم من اللاعبين المحترفين. عقد المدرب رامون دياز مدرب منتخب الباراغواي لكرة القدم مؤتمرا صحفيا، وذلك للحديث عن استعداد منتخبه لملاقاة البيرو على المركز الثالث ضمن كأس أمريكا لكرة القدم، حيث ذكر دياز في حديثه أن الهدف الأول من المشاركة في هذه البطولة هو تلميع صورة كرة القدم في الباراغواي، وحتى يفرض الفريق احترامه على منتخبات الدول الأخرى، وكذلك لتطوير المهارات وأسلوب اللعب. وذكر أيضا أنه راض عن النتائج واللاعبين والتطور في المنتخب، وسعيد بلعب مواجهة المركز الثالث أمام البيرو، ويشار إلى أن المنتخب الباراغواي يعاني من مشكلات وإصابات وإرهاق بعد أن واجه مواجهات صعبة مع الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي.
يواصل لاعب منتخب البيرو بقيادة مدربه ريكاردو غاريسيا الاستعدادات للعب مواجهة تحديد المركز الثالث في كأس أمريكا لكرة القدم في تشيلي أمام البرغواي، حيث وصل لاعب منتخب البيرو إلى ملعب الكاديسا إسترو روا في كونسيبيون بتشيلي استعدادا للعب مواجهة تحديد المركز الثالث في كأس أمريكا لكرة القدم في تشيلي أمام البرغواي. وقد يحرم المنتخب من خدمات لاعبه الأساسي ولاعب شالكا الألماني جيفرسون فارفان بداعي الإصابة في الكاحل، وقال المدرب ريكاردو غاريسا أنه سينظر في إمكانية مشاركة اللاعب لاحقا قبل المواجهة. أما المهاجم الثاني كلاوديو بيزراو فغيابه شبه مؤكد بسبب إصابة كبيرة بحسب المدرب غاريسا. عين الاتحاد الهولندي لكرة القدم داني بليند مدربا للمنتخب الوطني خلفا لجوس هيدينغ الذي استقال يوم الاثنين الماضي. بليند الذي لعب في صفوف أياكس مدافعا أمضى عقدا لغاية 2018 حسب بعض المصادر، حيث كان بليند مساعدا لهيدينغ خلال فترة قيادة المنتخب قبل استقالته. ويذكر بأن المنتخب الهولندي الذي حل في المرتبة الثالثة في كأس العالم 2014 لا يمر بمرحلة طيبة في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا، ويحتل المرتبة الثالثة بأربعة انتصارات من 10 مباريات بعد تلقيه 5 هزائم وتعادل واحد. وتحدث مدرب بايرن ميونخ بيب غوارديولا عن استعدادات الفريق البافاري للموسم الجديد في الدوري الألماني، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في ميونخ، حيث يفتتح فريق بايرن ميونخ موسمه الجديد في الدوري الألماني لكرة القدم يوم الجمعة 14 من أغسطس بزيارة هامبورغ. وذكر غوارديولا في حديثه أن الفريق على أتم الجاهزية لخوض الموسم الجديد وتحقيق الألقاب في البطولات المحلية والقارية. وتطرق غوارديولا لمستقبل نجمه باستيان شفاينشتايجر الذي تدور شائعات حول رغبة مدربه السابق لويس فان غال مدرب مانشستر يونايتد الحالي في ضمه لصفوف الفريق الإنجليزي. Das ist mein Traum, meine Spielidee verlangen. So haben die Spieler die Kader, diese überragenden Kader, dieser. واحتشد نحو 10,000 مشجع على استاد جوزي أفالاد في لشبونة عاصمة البرتغال للترحيب بالمدرب جوردي جوسوس الذي تم تقديمه كمدرب جديد لفريق سبورتينغ لشبونة، حيث انتقل جوسوس لتدريب لشبونة بعد استقالته من منصب مدرب فريق بنفيكا، وذلك بعد قيادته الفريق للفوز بلقب دوري البرتغال في العامين الماضيين. وانتقل ليدرب خصم بنفيكا اللدود سبورتينغ لشبونة، وهذه خطوة غير مسبوقة إذ لم ينتقل أي مدرب من قبل مباشرة بين الفريقين، ولذلك أثار انتقاله دهشة واستهجان العديد من مشجعي بنفيكا الذين أعربوا عن سخطهم في مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن فريق سبورتينغ لشبونة أن جيسوس سيدرب الفريق ابتداء من الأول من شهر يوليو بموجب عقد مدته 3 سنوات. وفي خبر آخر، حيث سحق منتخب فرنسا ضيفه الكوري الجنوبي ب3-0 في مواجهة، وذلك ضمن المجموعة الرابعة في بطولة دور العالم لكرة الطائرة. وبهذا فإن المنتخب الفرنسي حافظ على سجله بالفوز 100% في جميع مواجهاته بالمجموعة، وجاء الفوز على كوريا الجنوبية ب20-18 و26-24 و25-18. نادال بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس بإنجلترا مبكرا،
بسقوطه في مباراته بالدور الثاني للبطولة، فيما تقدم لاعب التنس السويسري روجي فيدرير خطوة جديدة ومهمة في رحلة البحث عن لقبه الثامن، حيث تأهل فيدرير للدور الثالث بالبطولة إثر فوزه الثمين 6-4 و6-2 و6-2 على الأمريكي سام كويري في الدور الثاني للبطولة. واحتاج فيدرير المصنف الثاني للبطولة الفائز ب17 لقبا من بطولة جراند سلام الأربعة الكبرى إلى 86 دقيقة للتغلب على كويري الذي مني بالهزيمة 10 في 10 مواجهات خاضها ببطولات جراند سلام الأربعة الكبرى مع المصنفين 10 الأوائل عالميا. ويلتقي فيدرير في الدور الثالث مع الأسترالي سام جروث الذي تأهل لهذا الدور بالتغلب على مواطنه جيمس داكوارث 7-5 و6-4 و7-6 و8-6. هذا وفجر الألماني داستن براون مفاجأة كبيرة في الدور الثاني للبطولة وأطاح بالأسباني نادال المصنف العاشر للبطولة بالتغلب عليه 7-5 و3-6 و6-4 و6-4. وتأهل البريطاني أندي موراي ومواطنه جيمس وورد إلى الدور الثالث للبطولة، حيث فاز موراي الفائز بلقب ويمبلدون في 2013 على الهولندي روبن هاس 6-1 و6-1 و6-4 ليحافظ على سجله المتعلق بالتأهل إلى الدور الثالث على الأقل في البطولة المقامة على أرضه خلال 10 مشاركات له في البطولة حتى الآن. وفاز وورد الذي يستعد لدخول قائمة أول 100 مصنف على العالم بشكل مفاجئ على التشيكي ييري فيسيلي 6-2 و7-6 و7-4 و3-6 و6-3. وواصل مستوى موراي الارتفاع في ويمبلدون بعد أن أحرز رابع ألقابه على الملاعب العشبية من خلال بطولة كوينز كلوب. إذن مشاهدينا نعتذر لهذا الخطأ، هذا كان الخبر خبر التنس. وإلى هذا الخبر، حيث انطلقت أمس الخميس منافسات اليوم الأول لبطولة غرينبير الكلاسيكية للغولف في ويست فرجينيا بأمريكا، حيث اتجهت الأنظار كلها إلى نجم الغولف الأمريكي تايجر وودز في مشاركته في هذه البطولة، وهو سجل نتيجة معقولة أسعدت محبيه، محققا 4 ضربات تحت المعدل. لكن الأمريكي سكوت لايلي سجل 8 ضربات تحت المعدل من 62 ضربة ليتصدر الترتيب العام في اليوم الأول، وتشارك لاعبان على المركز الثاني برصيد 7 ضربات تحت المعدل هما الأمريكي جوناثان بيرد ونيوزيلندي داني لي. في الختام مشاهدينا هذا تذكير بأبرز وأهم العناوين. أحمر الشواطئ غادر فجر اليوم إلى البرتغال. والسيابي والجامعي إلى نادي النصر. وموعد نهائي كوبا أمريكا يقترب من الختام، الحلم بين أبناء التانغو وتشيلي المستضيف.